البداية رجاء ستكون من المغرب والخبر المتعلق باستئناف الدراسة، حيث تستأنف اليوم الدراسة بعد عطلة بينية ليتم بذلك تفنيد الشائعات التي كانت قد راجت في وقت سابق بخصوص تمديد العطلة المدرسية على خلفية الحالة الوبائية. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أوضحت في وقت سابق أنها عملت على تقوية الإجراءات الاحترازية المطبقة على مستوى المدارس، مؤكدة أن التعاطي مع تطور الحالة الوبائية داخل المدارس سيتم بشكل محلي، وذلك من خلال تنسيق المسؤولين عن المؤسسات المدرسية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية على المستوى الإقليمي وكذا السلطات الإقليمية حسب ما ينص عليه مرسوم قانون منظم لحالة الطوارئ الصحية.